بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد مدير جامعة أبرار المحترم، زميل السيد النائب العام، السيدات والسادة رؤساء وكلاء الجمهورية وزملاء السادة القضاة، السيدة مديرة الدراسات بالمحكمة الدستورية، السيدة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السادة الأساتذة أعضاء هيئة الملتقى، السادة الأساتذة والدكاترة وإدارات الجامعة، الطلبة الأفاضل، الحضور الكريم، كل باسمه وصفته وعلو مقامه. سعداء جدا أن نلتقي مرة أخرى ضمن فعالية ملتقى وطني جديد في هذا اليوم الأغر 29 نوفمبر تشرين الثاني 2023، المصادف لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمتزامن مع الملحمة التاريخية التي صنعها شعب فلسطيني المجاهد وأبناء غزة المغاور في 7 أكتوبر 2023 وبعده، وهم يسمعون بإيمانهم الرصين نصرا مبينا من الله الحق القائل في كتابه المبين: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العظيم. كما يتزامن هذا الملتقى مع ندوة الجزائر الدولية تحت عنوان العدالة للشعب الفلسطيني التي ينظمها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في الفترة ما بين 26 و 30 نوفمبر 2023، والتي سيتوج عمل ورشاتها بالمسابقة على الشكاوى والإخطارات ومسودات العرائض وملفات الإسناد ومسارات الإجراءات القضائية ضد الكيان الصهيوني. السيدات الفضلات، السادة الأفاضل، لقد كانت لنا بجامعة أبرار بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي العابر للتخصصات الموسوم بالجزائر وتهديدات السيبرانية نحو مستقبل آمن سيبرانيا بتاريخ 11 و 12 ماي 2022، وقفة جلية مع كافة السادة المتدخلين نحو استشراف ضرورة الإسراع في الوصول إلى تجسيد الحكومة الرقمية أو الإلكترونية، بما نبدأ الاحتراز القائم على استشعار مخاطر التهديد السيبراني ووضع الأطر لآليات الأمان الرقمي. ويأتي ملتقانا الوطني هذا بعنوان التقاضي الإلكتروني، الرهانات والتحديات، لينحى في ذات المسعى نحو تحقيق الاستراتيجية الرقمية الوطنية التي ما فاتئة السيد رئيس الجمهورية يدعو في كل مناسبة إلى الإسراع أو إلى وجوب الإسراع في تجسيدها، فإنه غني عن البيان أن قطاع العدالة كان سباقا في رقمنة الخدمات المرفقية والملف القضائي ضمن الشبكة الداخلية لانخانات تربط كافة الجهات القضائية عبر الوطن والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمؤسسات العقابية والإدارة المركزية لوزارة العدل اعتمدت فيها هذه الأخيرة من خلال المديرية العامة لعصرنة العدالة على سواعد نخبة من الفنيين والتقنيين في إنشاء تطبيقات وأنظمة إعلام آلي وآليات حماية وطنية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن غاية التقاضي الإلكتروني الذي يهدف بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا وفضاء الإنترنت في إجراءات التقاضي بما يتيح التسجيل والتبادل الإلكتروني للمذكرات والعرائض والمستندات والمرافعات وإجراءات الجلسات والمحاكمات عن بعد انتهاء إلى صدور الحكم وتنفيذه بالطريق الإلكتروني، إنما يهدف بالأساس إلى تسهيل اللجوء إلى القضاء
وتقديم الخدمات القضائية بأكثر سرعة وكفاءة وتحقيق جودة الأحكام القضائية، بما يجعل التقارير الإلكتروني أكثر فعالية ومرونة وتبسيطا للإجراءات وأقل تكلفة بالنسبة للأطراف من النظام القضائي التقليدي. وهو في المقابل بالنسبة لمجتمعنا يواجه كثيرا من التحديات، منها ما هو مرتبط بواقع الأمنية الرقمية لدى بعض فئات المجتمع، مما يؤثر على قدرتهم في ممارسة حقهم في اللجوء إلى العدالة، مما يستوجب تحولا ثقافيا وقانونيا مجتمعيا، وفي ذات الوقت تكيف من خلال التكوين التقني لدى القضاة والمحامين والموظفين في استخدام الرقمنة واستعمال التكنولوجيا الحديثة، ناهيك عن التحديات التقنية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية المرتبطة بمشاكل الاتصال بالإنترنت وقوة التدفق وتكلفة تطوير وصناعة وتكلفة الباهظة لتطوير وصناعة الأنظمة الإلكترونية وصيانتها والمحافظة على الأمان من الاختراق والاستعمال السيء لحماية البيانات وحماية مبادئ الخصوصية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن ما تم عرضه من تحديات وغيرها مما لم يسع الوقت لذكره هي في الحقيقة مؤشر نحو تطور هائل في نظامنا القضائي يرسم معالم رهانات تتطلب من مؤسسات الدولة والمكلفين في السعي لاستكمال الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد الإجراءات والمسؤوليات وينظم العمل القانوني عبر الإنترنت، ويضع بكل وضوح معايير الشفافية وحماية الحقوق، بما يعزز ثقة المجتمع والجمهور ويجسد التكامل الجيد بين كل القطاعات الحكومية المعنية، كما ويتحتم على المكلفين في مجال القضاء والقانون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وموظفين العمل على بناء ثقة المجتمع في العدالة الإلكترونية من خلال تحقيق الكفاءة في مجال الممارسة الاحترافية في مجال التقارير الإلكتروني والمساهمة الفعالة في خلق المعرفة التي تعزز أداء منظومتنا القضائية ضمن معالم إطار الرقمنة السيادية بمفهومها الشامل. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد نأيت في كلمتي هذه عن التعرض لتفاصيل ما تم إنجازه وتحقيقه في نطاق التسيير والتنظيم الجزائري وما تم تحقيقه من ما تم إنجازه وتحقيقه في نطاق التشريع والتنظيم الجزائري وما تم تحقيقه من خدمات رقمية مختلفة في مجال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، على اعتبار أن المداخلات المقررة في برنامج هذا الملتقى ستفي بالغرض، لكني أتوخى من هذا الملتقى أن ينتهي إلى توصيات ومخرجات تساهم في تطوير منظومة القضائية الرقمية الجزائرية. السيدات والسادة الحضور الكريم، لا يسعني في الأخير إلا أن أقدم خالص التشكرات للسيد مدير جامعة أدار، السيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السادة أعضاء هيئات الملتقى، والسادة المتدخلين والمشاركين كلهم فيما بذلوه من جهد في سبيل تحرير وإنجاح هذا الملتقى، والشكر موصول لكل الحضور الذين شرفونا في هذا، سواء يعني كل الحضور مباشرة أو عن بعد من كافة ربوع هذا الوطن. تحية وتقدير للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.